مرحبا بكم في سوق 3K. مرحبا بكم في المحل رقم 11، محل كنترول بلس اس بلس اب. بلا ما تخافوا بلا ما تدهشوا، هذه مسيح المشعوذة. مرحبا بكم في ستارت اب بروجيكت بالاي اي في ربع ساعه مع المعلم منصف الاثنيتي. حاجيتكم وما جيتكم على زمان ديال الاي، فين بنادم كيقدر يجيني غير دي زيماج تكست فويس حتى فيديو مع الموديل الجديد ديال اوبن اي اي. اي فيديو كلشي تقدر جينيري. الوغ حنا اليوم غنتعلموا كيفاش نقدروا نستخدموا داك الشيء اللي كاين ديجا باش نصوبوا شي حاجه ديالنا. الوغ بريزونتي لكم راسي، معكم عبد ربكم منصف ليتنيتي، فاوندر ديال ماي واي، كو فاوندر ديال كارديفاي، يونغ اي اي كرافتر ستودنت في 4 ماني فريم سي، وباغي نشونجي العالم، وعندي احلام، وعندي شحال من حاجه، وعزيز عليا الاي اي والاي او تي. اوف كورس مؤخرا دخلت العالم ديال الانتربرونيا والاي اي، واكتشفت بزاف الحوايج اللي جيت اليوم باش نبارطاجيهم معكم. الوغ قبل ما نبداو غنديروا واحد الدوره في المعمل ديالنا في الوركشوب. اول حاجه غنبداو بها هي البرين ستورمين، العجاجه ديال الافكار. ابخي غندوزو للماركت اناليسيس، نقلبوا على شكون هو مول مليح. ابخي غندوزو للكرافتين، الصنعه، وكما كيقول مثلا المغربي الصنعه بلا سمعه بحال العين بحال بلا دمعه. الوغ غندوزو حتى السمعه مع البراندين. ابخي غندوزو البيتش ديك مع البراح، واخر حاجه هي الحانوته فين نديبلوي الابليكاسيون ديالنا. ليت ستارت بالبرين ستورمين، العجاجه ديال الافكار. في العجاجه ديال الافكار كنخدموا بواحد البرومبت سميتو البرومبت السحري. هاد البرومبت السحري اش كيجينيري لينا؟ واحد سوليسيون وواحد المشاكل. هاد البرومبت السحري غندخلو لاش لشي ال ال ام باغ اكزومبل جي بي تي، واخا كاينين بزاف وحدين اخرين من غير جي بي تي، ولكن كيقول مثلا المغربي جديد له جده والبالي لا تفرط فيه. الوغ جي بي تي احسن اختيار، غيجينيري لنا السوليسيون والمشاكل، ومن هاد السوليسيون والمشاكل نحاول نسنجو الافكار. ولكن نديرو باغ اكزومبل جي بي تي من غير جينيري شي فكره، غتكون بحال هاد البوله طافيه. خصنا نورمالمون تنحطوها حنا هنا فوق راسنا بحال هكا، عاد غتشعل خصها تشعشع فوق راسنا. الوغ راسنا هو اللي كيدير داز ذا تينكين، الوغ هو اللي كيدير بروسيسين ديال السولوشن والمشاكل باش كيستنتج شي حاجه اللي جديده. البرومبت السحري هو هذا. كنعطيو اول حاجه ال ال ام ديالنا واحد الغول من واحد من لي ستيل ديال برومبت انجينير اللي كان بارطاجا معنا الدري قبل مني. الوغ كنعطيو واحد الغول اللي هو لايك 5 اي اي ستارت اب ايديا جينيريتور، وكنعطيو شنو بغينا جينيري لنا بالضبط. لايك جينيريت ا نيم فور ذا براند، ديفاين ذا بروبلم اند اور ذا بين، ديفاين ذا سولوشن، انديكيت ذا تارجت اودينس. كنعطيو كاع لي زيتاب اللي بغينا. ونقدروا نخدموا ثاني حتى بجوجل ترندز، لايك فور نوين شنو هما الترندز والابليكيشنز اللي كيخدموا بهم الناس، وشنو هما المشاكل اللي كاينين عند الناس، الحاجه اللي كيقلبوا عليها باش نتبازاو عليها ونصوبوا شي حاجه ديالنا. الوغ ليت ستارت بال ندير واحد شي تي بي. اي ثينك في سكرين مورايا اجي عندي هنا. واش اوبلا ماشي. الوغ ليت ستارت بهاد البايب لاين اللي عندي. غنبداو اول حاجه بجي بي تي. هنا غنعطي البرومبت ديالنا ونشوفوا الاي دي اللي غيجينيري لينا. حيدو المايك. الوغ عطانا واحد الاي دي ديال تيك سولف اي اي من سمول بزنس ستراجل ويز اوبتمايزين ديجيتال ماركتينغ ستراتيجيز. اوكي نايس نايس. ليتس اسك هيم فور انذر ايديا. تلقاو شي حاجه اللي مناسبه لينا اللي كتعجبنا. Health Ed Hub. Patients often face challenges in managing and understanding their health condition, medication and treatment plans. هادي نايس، حيت كاين هاد المشكل ديال بصح ديال بنادم ما كيقدرش يفهم شنو هما المشاكل اللي عنده، واخا كيكون عنده غابور ولا نقولوا تحاليل وداكشي كامل ما كيفهمهمش. Alors they need an innovative solution to empower individuals to take control of their health. Je pense AI يقدر يعاوننا في هادشي، يقدر يعاوننا اننا نفهمو. Like using an LLM نعطيه الداتا، نستخدمو الراك اللي كان بارطاجينا معنا واحد الكوليغ قبيله ديال ازور ديال مايكروسوفت. نقدروا نخدموا بالراك باش ندوزوا لواحد الدوكيمنت باش منهم يجي نغي لينا لايك يشرح لينا داك الشيء. امبروف ميديكيشن ادييرنس، لايك ذير از ا ريل بروبلم هنا. الوغ جو بونس نخدموا على هذه. نبداو نخدموا عليها. باش نبداو نخدموا عليها نكملوا البايب لاين ديالنا. الوغ فين وصلنا؟ نكملها هنا احسن جو بونس. الوغ افتر غندوزو لاش المول مليح. المول مليح it's like etude de marché. تجيب واحد البرومبت سحري نقدروا ديك الساعات برينغ يا نقدروا نخدموا بينك اي اي كوبايلوت حيت عنده اكسس للانترنت، ولا هاكين شات. يا سلام راه
تاكلكم في بزاف الموديلز اللي كتقدر تستخدم بهم وكتاكتيفي السيرش في الويب ولا جي بي تي 4 الاغنياء. هنا عطيني ودنك سمعني مزيان ايتود دو مارشي، ما كتعنيش انك الا لقيتي الايده ديجا كاينه تحبس، لا غتشوف لي فيدباك ديال الناس اللي كيستخدموا داك هذيك الابليكاسيون ولا السوليوشن وغتحاول تفهم شنو هما الليميتيشنز، فين وحلو هما، شنو هما المشاكل اللي لقاو، وتحاول تحلهم في البروجيكت ديالك. ولا ما لقيتيش فيدباك حاول حتى تيست هذيك الابليكاسيون وتستنتج شنو هما المشاكل وشنو باقي، ودير هذيك الابليكاسيون اللي ديجا اللي كاينه ديجا ديرها لايك بيز وواحد الناين اللي خصك تفوتها عاد زيد امبليمونتي داكشي اللي عندك انت، يعني حقق فولفيلي داكشي اللي كاين داير في المارشي وزيد ما عندك انت. وكما خلاها لك اصلي نيفر غونا جيف يو اب، عمرك ما تستسلم. سو ها هو البوم السحري، كنعطيو التاسك، كنعطيو الماركت اناليسيس ديال ايديال ايدي لي جينيرال لينا جي بي تي، هنا كنعطيو ريزولت اكزامبل شنو بغينا جينيرال لينا بالضبط، اناليسيس سكوب ديليفربلز بغينا يكون عطينا الكومبيتيتور البنش ماركين. وفي هاد البلاصه نقدروا نخدموا ب سام راش بالضبط، كنحطيو هنا الليان ديال الويب سايت ديال الكومبيتيتورز، وهنا كيجينيري لينا الماركتين ستراتيجيز ديالهم كيعطيهم لينا يوزين لايك اي اي اند ويب سكرابين. Also like كيخليك انك تعرف الاخرين باش كيخدموا، و لايك ملي كيجيهم كنقولوا لهم ملي كيجيهم لايك بيبل ولا كاستمرز ملي كيجيبوهم اتس لايك فيري يوزفول تول. الوغ نخدموا داك البرومبت وغنمشيو ديك نمشيو للهاكين شات، ليتس تراي هاكين شات. الوغ حطيت البرومبت هنا then I forgot to put the idea. I think there's a problem with Hugging Shot. We can see what's going on with the computer. I think we can use Gemini to go. It's a window access to the internet. I don't know. Then we put the results to the GPT. Then we put the results to the brand. We can do something simple like تحليل AI. Je pense it's simple and also obvious. What have said? All of them. نحط هادشي اللي عطاني جي بي تي كوبي. And we wait. عطانا market analysis. Like قالك شي كان اللي تقدر تحتاج. Market size and growth. The competitor there is like des applications بحال MediSafe, MyChart. نقدروا نقلبوا عليهم ابخي ونشوفوا شنو عندهم. مي دابا ما كيمساعدناش الوقت، الوغ ندوزو للايطاب اللي من موراها. الوغ في ستيب اللي من موراها لايك وي غات الكرافتين الصناعه اللي هي اهم ستيب هنا، فين وي بيلد لايك ذا مين فانكشناليتي فيرست. اهم حاجه خصنا نصوبو ديك فانكشناليتي الاولى اللي هي لايك انالايزين الميديكال ريبورتس ولا الاوراق اللي كيعطينا الباشن. ابري هنا بالنسبه لينا اما لايك ذير از بيبل لايك ذي ويل بيلد سوفتويرز ولا هاردوير اي اي اني ثينغ can build you like main functionality. Après, can do zulesh building the websites. People like they can discover the service and try it. After that, نقدروا ديك ساعات نديروا payment gateway، ونقدروا ندير درنا payment gateway غنبداو الوراق ديالك وجدهم باش دير ستارت اب ديالك. واخر حاجه add more features or refine the web model ولا ويب سايت، وحول داك السيرفيس ديالك حاول ديفلوب اكثر وزيد other services. هنا فين كاين الخدمه، هنا فين كاين المعقول. خدم smart not hard. Make, don't make everything from scratch. حاول تلقى شي حاجه ديجا كاينه حاول تبدا تباز عليها لايك اكزيستين موديل ولا شي حاجه جديده ديجا كاينه حاول تباز عليها. ولا نو كود تولز، ايفن نو كود تولز راه يوزفول تقدروا ينفعوك. اولسو تراي تو جين يوزر بيس، حاول تجمع ما امكن ديال اليوزرز باش يبقاو معاك من قدام لايك يبقاو ديك ليون فيدال. و تراي تو ميك ات سكيلابل، ماشي ليميت كود بيس، حيت الا درتي واحد كود بيس اللي ما يمكنش ديفلوبي ابري تما فين غتحل وغتعاود من جديد. So, بالنسبه للكرافتين like we can use a lot of tools. There is a teachable machine, relevancy AI. So like شنو التول اللي بغيت تصاوب بحال teachable machine اللي بغيت دير شي حاجه no code وعندها علاقه باش بالكمبيوتر فيجن. Relevancy AI اللي بغيت دير شي حاجه شي tool ولا agent like LLM using RAG ولا knowledge base. Streamlit اللي كان عندك شي code like using Python وبغيتي انترفاسي. Zapier to automate like something you do. Usual كل نهار شي حاجه كديرها مانيولي اوتوماتيز على زابير. فيزيرو تو بيلد ا ويب سايت يوزين اي اي. برانشر اي اي لايك دي موست امبورطانت تول، كتمليك تول من الزيرو لايك ويذ نو كود اي اي تول بيرفكت. فلوكس اي اي ديال لايك هاردوير للناس اللي كيخدموا الهاردوير باغيين شي سيركوت يوزين اي اي يبيلد كامل فلوكس تنفعهم. وويبيفاي اللي هي السيرفيس تابع الكارديفاي تابعنينا يلا صايبناه مؤخرا.
كتجينا هكذا ويب سايت ب HTML و تيلوين CSS. So نمشيو غنخدمو I think relevance AI باش نصوبو التول ديالنا. So هنا في relevance AI like we got نديرو نخدمو بديك التيب اللي عطيتكم ديال اننا نتبازاو على شي حاجه ديجا كاينه. There is a lot of tools اللي تقدر تبدا بهم. نديرو like extract data from PDF, ندير لها modify حيت هادشي اللي بغينا نديرو حنا ناناليزيو دي دوكيمنت اللي كيعطينا اليوزر. Alors we will clone the tool باش modify UI. اي تول ولات عندنا نديرو شي ايكون زوينه هنا, نديرو دكتور. اسمي هو اسمي ديال البراند ديالنا. هنا غنعطيو اون بتيت ديسكريبسيون. هنا ملي كانك تحط واحد النولج بيز اللي يتباز على الالم باش يجاوبك ابخي. بالنسبه لليوزر انبوت عندنا البي دي اف. اولسو اي ثينك نقدروا نديروا LLM to use, but like اليوزر ما خصوش يعرف, ما محتاجش باش يعرف. الوغ وي ويل بوت انذر تكست انبوت اللي يقدر يدير لنا كويشن, يسولنا شي كويشن اللي عنده شي كويشن. اولسو نديرو لانجويج, الا عنده لانجويج بريفيرنسز باغينا نجاوب, باغي الالم يجاوبو بشي لانجويج اللي مهمه بالنسبه لي. دونك نديرو لانجويج, ليتس بوت فور لانجويجز, علاش لا. نديرو هنا عربيك بش نيو فرنش. اولسو so I think the inputs هما هادو. Let's go for like step اللي موراها, like it will convert PDF to text باش ندوزوها ل LLM ديالنا. هنا عندنا problem في LLM, we can check it. هنا بلاصة ديال prompting, we'll prompt it later. هنا like LLM choice, we'll convert, start again. هنا في نقطة نقدروا نختاروا LLM اللي نخدموا به, like there is a lot of options. GPT 3.5, GPT 4, كاع السياد ديال المغرب كامل عندك, كلود عندك, سادا اللاما. وي ويل تشوز جي بي تي حيت هو اللي ملفين. بالنسبه للبرومتين لايك وي ويل يوز رول بلاين اجين بالنسبه للبرومت ستايل. سو ديجا سيفت واحد البرومت, سو سيفت اوبجيكت بي تي. So this is the prompt. عندنا هنا قلنا لي you are an AI service name and تحليل AI that help patients and people with health and medical issues by summarizing in a very simple language, a normal basic way using simple words. يعني لخصني داك الشيء كامل اللي كاين في داك الدوكيمون. الدوكيمون راه كيجي هنا as a variable. عندنا also answer اللي عطاني شي question and try to use option اللي هما ديال language و response and explain and translate everything to هذيك اللانجويج اللي عطاني. So simple prompt. نختارينا LLM. Now we can save. هاد السيرفيس ديالنا هي المين فونكشناليتي دابا اللي صايبنا. ابخي خصنا نصوبو دابا الويب سايت فينا الانترفاس وهاد الفونكشناليتي. نورمالمون نقدروا نخدموا بها using like onbindi هو فشي ويب سايت ديالنا, عندنا اللينك ولا ايفريم ديالها. So let's try it. انا ديجا عندي واحد التحاليل ديال واحد الفرد من العائله. الو غنمشي نقلب عليهم رابور like a at the document deja. Let's check it. Voilà. Normalement, how much halil? So normalement how analyze them here? To upload that PDF. And then do mandiru question like it's required. So and we will explain. Language, we will choose Arabic and we will run the tool. ولا لاحظتوا نورمالمون داك PDF اللي عندنا راه ماشي دوكيمنت اللي فيه التكست موجود. So we will use OCR of course. نخدموا بالOCR باش نسكانيه. Waiting for response.
اوكي بروبلم ماشي مشكل نمشيو نتشيكي ونرجعو على ما جاوبنا. Also قلنا we will use Webify to build like او قيل جاوبنا اوكي تقرير الفحص الطبي يشير الى وجود بعض النتائج الطبيعيه وتغيرات في الجسم. هنا غيشرح لنا كل شيء ويعطينا نصائح استنتاج ونصائح وان ما كاين عندك حتى مشكل خطير. It's like good thing يقدر ينفع اي واحد. و also we can see the scanned data from the PDF the OCR. الو غندوزو دابا لويبيفاي باش نبيلدو الويب سايت ديالنا. So this is Webify. Get started. So we'll choose a landing page. هنا نعطيو البيزنس نيم اللي هي of course تحليل اي اي. نا سلوغون ديالنا فان. اوكي سو نختارو برايسين سيكشن تستيمونيال نو نيد ان سبلاش ايميلز كاينه ديجا بروبليم تيم. And we will choose the AI model. Nina the code llama, of course. And let's build. And I can build in a few website. ما أنا بساحر ما أنا بدجال. أنا مجرد LLM. Alors, quand tu builds une basic website, ما عجبكش تعاود تاني دير let's build. Like تلقى perfect. Output اللي يعجبك. I feel it's a good output. Yeah. هاد الاوتبوت زوين نورمالمون. تقدرون تبازاو عليه وعندك انتيغرو في السيرفيس مورا نقدرون ديفلوبيو فيه ابخي من هنا قدام. المهم عندنا واحد الكود بيز اللي تقدر تكمل عليها. I think it's سو ملي غيسالي لايك وكليك داونلود تيليشارجيو. اس تشيك ذا ويب سايت لي جينيرا كيما هو. ديجا جينيريت انا واحد الويب سايت نوريكم هنا فور اكزامبل. نورمالمون تاو جينيري بلاند تول ديالنا. Like we can unbend the tool اللي صايبنا في الويب سايت تاعي دايا. We will come back ناخذ ديك الاي فريم اللي عطانا قبيله. نديرو في البوطون ديالنا. فين هي البوطون؟ هاي get started نحطوه هنا في الأشرف. تم تم et voilà. So let's open with live server. So this is the website. نديرو get started. اي فوالا التول. الوغ هي عندنا سيرفيس موجوده. دابا خلينا نكملو الخدمه فين وصلنا قبيله. سو سالينا دابا السمعه دوزو دابا السمعه في البراندين في السمعه. الله يسمح لينا نخدمو فايفر لوغو ميكر مع اس في جي تو بي ان جي. واهم حاجه ملي دير لاباس وتلونسي البروجي ديالك رجع لفايفر وشري اللوغو. الوغ ليتس جو نصوبو اللوغو ديالنا. نورمالمون فايفر لوغو ميكر راه ايزي تو صراحه. كتحط هنا غير اللون ديال البراند ديالك تحاليل اي اي next. هنا كتختار انا الدومين ديالك لايك ميديكال. يعني ميديكال هيلث اديوكيشن. وهنا نديرو اي اي نديرو دكتور اي اي next. نختارو الستايل ديال اللوغو ديالنا. بهاء باقي مصيف باقي لك 2 مينوت عافاك. اوكي ماشي مشكل نقرب نسالي. سو وي ويل ويت هيم باش يصايب لنا دي لوغو. ابخي غندوزو البراح بيتش ديك. البيتش ديك نصوبو بطوم اي اي. لي زيماج اللي نحطهم في البيتش ديك ديالنا نصوبهم ب ران اواي ام ال. والبيزنس بلان نصوبو بجيميناي.
نورمالمون عندنا واحد البرومبت اخر حتى هو اللي نعطيو لجيميناي باش يدير لنا البيزنس بلون ونانتيغرو في البيتش ديك ديالنا. غنصوبو ديجا بالزربه البيتش ديك نورمالمون هو جينيرالينا هنا بزاف لي لوغو نقدروا نختاروا من منهم بحال هذا اللوغو جود لوغو اللي ديجا خديت بحالو ناخذو باس بي جي تو بي ان جي نديرو انسبكت لي زين وناخذو. بالنسبه لطوم اي اي اتس تو لايك ساهل باش تخدم بها لايك يو كان كليك اون جينيريت وذ اي اي تشرح لنا البروجيكت ديالك let's take for now explain it to me this yeah and you can generate I think generate all pages if what نخليه يجنري لينا البيتش ديك وندوزو لاخر ايطاب اللي كتبقى لينا اللي هي الحانوتة ديبلويمنت فين ديبلوي الويب سايت ديالنا. عندنا جيت هاب اكشنز بيرفكت اونادين رندر فور بيرفكت فور اي بي ايز نت فلاي يوزفل فور ريبليسمنت سيرج سيرج بيرفكت فور اتش تي ام ال 5 وفيرسل لي جاست بيرفكت الوغ نقدروا ديبلوي دغيا دغيا اي ويل يوز سيرج سو سيرج كت انستاليها بنود جي اس اند يو جاست يو سيدي نمشيو للريبو ديالنا اند يو تايب سيرج المهم دومين اند كدير لينك اللي بغيتي دير يو ار ال نديرو هنا تحاليل AI observe the SRH et voilà normalement في هذا اللينك راه يولي accessible اي واحد باغي اكسيد دابا السيرفيس يدخل لهذا اللينك غيلقاها موجوده و I think نتشيك واش صوب لينا واحد بيتش ديك نورمالمون هو جينا واحد البيتش داك لايك جاست تو بيجز نقدروا تفازوا عليه نورمالمون باش نكملوا حيت ابغريديو بشات جي بي تي ولا شي سيرفيس اخرى ولا نيت تو يوزين ران اواي ام ال نديرو ديز ايماج جو بونس ذاتس اول. باقي ليا غير واحد البونيس اللي غنزيدكم دابا اللي هي اباكا دوت اب اللي نورمالمون يو كان يوز ات تو فايند سبورترز ولا انفستورز ولا اكسلريتورز اللي يقدروا يعاونوك باش ولا لايك دير بحال لايك كيك ستارتر باش ديفلوب الابليكاسيون ديالك وتلقى واحد دير فاوند ريزي للابليكاسيون ديالك اند ذاتس اول ثانك يو